وين ابو احمد؟ ابو احمد على وين وصلت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك الصحه والعافيه. حياك الله. جواك الله. اريد اسعار التمر وانواعه بالبصره الموجوده هسه حاليا، منين يجي لكم مصدره؟ اول شيء بالنسبه للبصره هسه تجيت على وشك يعني الرحيل. نعم. بالنسبه للرطب وهذا انتهى يعني. نعم. تقريبا بقى بس البرح. نعم. اي كان ذيك الايام شويه زينه الاسعار. حلاوي والساير. حلاوي، حلاوي ب 1500. نعم. ب 2000 صار ب 1000. نعم. اي والساير هم كذلك. نعم. بس البرح لا. البرح غالي. خاصة البرح البصري بثلاثة ونص وأربعة وكوب خمسة. يعني بس البرح البصري يجي لكم منه يصدر من ال... البصرة خلصت كانت تطي المحافظات كلها. أنا شوف من السماء جاي يجي تمور. هسه صار أسبوع السماء قاعد يجيب لنا. شو أنواع التمر؟ بس ساير. بس ساير؟ إي. جلس عارف. ساير وسكر يعني وياه. أها. إي أسعاره ب 1000 1100 ساير. عمل سلع بالثلاثة ونصف البصراوي. هذا الساير هم بصراوي. هذا البرحي بالنسبة للجملة. هذا التمر الموجود بالنسبة للمصرح. الله يعطيك الصحة والعافية، بشكر على المداخلة. الله يرزقكم إن شاء الله حبيبي. رحم الله والديك الجميع إن شاء الله.